ظرف الزمن سونرا اللي هي بعد وأنجي قبل وطريقة تركيبهما في الجملة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم راح يكون عن ظرف الزمان بعد اللي هو سونرا، ونترك الانجي اللي هي قبل للفيديو القادم ان شاء الله. الفيديو القادم ان شاء الله راح نتكلموا عن انجي، لانه راح نقوم بشرح مفصل وراح يكون الفيديو طويل بعض الشيء. نقسم الفيديو الى قسمين. الفيديو الاول اللي هو هذا الفيديو نتكلموا فيه عن سونرا، سوف نتكلم اليوم عن السونرا التي تأتي بعد الفعل، مثلا بعد الأكل، بعد المجيء، بعد الذهاب إلى آخره. ننتقل الآن إلى القاعدة. هنا لازم تركزوا معي شوية حتى تفهموا الدرس. هي القاعدة سهلة ولكن يلزم لها القليل من التركيز. إذن أول شيء نضع جذر الفعل، بعدها لاحقة سونرا اللي هي دكتان. بالنسبة لدكتان هي اللي راح يكون فيها التغيير بالنسبة للحرف أو الحروف اللي راهي باللون الأسود. أن الحرف الأول اللي هو د يتغير إلى ت في حالة ما إذا جذر الفعل انتهى بأحد أحرف فستكتشي شهب. إذا انتهت، إذا كان آخر حرف في جذر الفعل في ك تش ش ه أو ب، فد تصبح ت. اللي ما زما يعرفش قاعدة في استكتشاف الشهاب كنت تكلمت عليها من قبل في درس مع قاعدة كاتشاب. اللي ما زما الفيديو راح نحطه في الديسكريبشن بوكس. بالنسبة للحرف الثاني اللي ممكن انه يتغير هو حرف أ. هذا الحرف هو احد احرف الاحرف الصوتية الرباعية، يعني حرف اي او 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 اي. هنا نشوفوا الاخر حرف صوتي في جذر الفعل، اخر حرف حسب قاعدة التوافق الصوتي الرباعي هي اللي رايحة تعطينا احد الحروف الاربعة اللي في جذر الفعل. بالنسبة لآخر حرف اللي ممكن أنه يتغير هو حرف أ. هذا الحرف هو حرف صوتي ثنائي، ممكن أنه يتغير إلى حرف أ في حالة ما إذا اتصل بحرف صوتي خفيف. إذا كان قبله حرف صوتي خفيف نضع حرف أ، وأما إذا كان حرف صوتي ثقيل فنضع أ. في الشرح إن شاء الله رايحين تفهموا. بمعنى رايحة تكون عندنا الاختيارات التالية: دكتان ديكتان، تكتان تيكتان، دوكتان دوكتان، توكتان توكتان. ننتقل الآن إلى التطبيق ونأخذ الفعل قالماك كمثال. عندنا أول شيء قلنا جذر الفعل اللي هو قال، ثاني شيء لاحقة سونرا. لاحقة سونرا قلنا هي دكتان، فيها اختيارات. نشوف ما هي. قال، شوفوا أول حرف اللي ممكن أنه يتغير واللي هو د. عنا قال، قلنا د لماذا يتغير؟ إذا جاء قبله حرف من حروف فستكتش شهاب. هل يوجد حرف في جذر الفعل حرف من حروف فستكتش شهاب؟ لا. ليه؟ هو ليس حرف من حروف فستكتشها، إذن راح يبقى حرف الد. ثاني حرف واللي هو هنا يأتي حرف صوتي رباعي قلنا، إذن آخر حرف صوتي في جذر الفعل ما هو؟ هو آ اللي راه باللون الأزرق، هو آ. نروح لقاعدة التوافق الصوتي. قاعدة التوافق الصوتي الرباعي تقول أنه إذا كان آخر حرف صوتي في جذر الفعل آ أو إي فنضع إي،
إذا نضع مباشرة بعدها يأتي حرف ك وبعدها ت، هذو ما يتغيروش، وبعدها حرف صوتي ثنائي، يعني يا إما يكون أ يا إما يكون آ. في هذه الحالة ما هو الحرف المناسب لهذه الحالة؟ هنا عندنا آخر حرف صوتي، ما هو؟ هل هو حرف صوتي ثقيل أم خفيف؟ إذا قلنا قال دي. آخر حرف هو حرف إي، يعني آخر حرف صوتي هو حرف إي، وحرف الإي هو حرف صوتي، إي هو حرف. إذا مباشرة نضع حرف آ فتصبح جالديكتان، جالديكتان صنرا. نأخذ مثال آخر، مثلا نأخذ الفعل يابماك. يابماك أول شيء قلنا أنه نحذف جذر الفعل، فيبقى عفوا نحذف الماك فيبقى لنا جذر الفعل اللي هو ياب. بعدها يبقى لنا الاختيارات، اختيارات اللاحقة صونرا. ماذا نضع؟ قلنا آخر حرف في جذر الفعل ما هو؟ هو حرف ب. هل هذا الحرف هو أحد حروف في ستكتشي شهاب؟ نعم، هو أحد حروف في ستكتشي شهاب. إذن الدي راح تتغير إلى تي، هذا أول شيء. ثاني شيء الحرف الصوتي ماذا نضع؟ أي حرف صوتي رباعي نضعه؟ عندنا آخر حرف صوتي في جذر الفعل ما هو؟ وحرف آ. وتقول قاعدة توافق الصوت الرباعي، إذا كان عندك آخر حرف في جذر الفعل هو آ أو أ فنضع أ، إذن نضع حرف أ تصبح يبت، يبت. تغير عنا حرف صوتي ثنائي، هل نضع آ أو آ؟ نضع آه. لماذا؟ لأنه آخر حرف صوتي في هذه الكلمة يبت، آخر حرف هو آخر حرف صوتي هو أ، هو حرف صوتي ثقيل، لهذا نضع حرف آ. اللاحقة المناسبة لجذر الفعل ياب هو أو هي تكتان، تكتان. إذن فتصبح ياب تكتان صنرا بعد الفعل ياب تكتان. نأخذ مثال آخر، مثلا عندنا الفعل تشكماك. تشكماك اللي هو الخروج. نأخذ جذر أنا تشك. ثاني شيء نرى ما هي اللاحقة المناسبة الفعل تشكماك أو لجذر الفعل تشك. آخر حرف في جذر الفعل هو كي، هل هو أحد أحرف فستكتشي شهاب؟ نعم، هو أحد أحرف فستكتشي شهاب. إذن الدي راح تتحول إلى تي. بعدها أي حرف صوتي رباعي نضعه بعد التي؟ عندنا آخر حرف صوتي في جذر الفعل ما هو؟ هو أ. وفي قاعدة التوافق الصوتي الرباعي تقول لك إذا كان حرف أ، يعني آخر حرف صوتي في جذر الفعل آ أو أ فنضع أ. إذن ماذا نضع؟ نضع حرف أ تصبح ت. إذن الكي لا تتغير والتي لا تتغير. بالنسبة للحرف الصوتي الثنائي ماذا نضع؟ هل آ أم آ؟ نضع حرف آ. لماذا؟ لأن الحرف الصوتي اللي قبله هو حرف صوتي ثقيل واللي هو أ، لهذا نضع الحرف الثنائي أ. إذن فاللاحقة المناسبة لجذر الفعل تشك هي تكتان، فتصبح تشك تكتان صنرا، تشك تكتان صنرا، يعني بعد الخروج. ننتقل الآن إلى أمثلة أخرى وعلى شكل جمل. أن الجملة الأولى تشجوك
Annesi geldikten sonra sustu. Çocuk geldikten sonra sustu. Çocuk ve الطفل annesi أمه annesi yani أم الطفل sustu بعد أن جاءت أمه. حنا نركزوا على geldikten sonra. geldikten sonra كنا تكلمنا عليها من قبل، يعني كانت هي المثال الأول عن هذا الدرس، فمش راح نكرر الشرح، فقط راح نشرح هذه الجملة. تشوجوك هو الطفل، أنيسي يعني أمه، أم من؟ أم الطفل. تشوجوك أنيسي، أنون أنيسي يعني أمه هو. geldikten sonra بعد أن جاءت كيم أنيسي أمه. أمه سكت سستو. إذن çocuk annesi geldikten sonra sustu. سكت الطفل بعد أن جاءت أمه. إذا قلت geldikten sonra اللي هي بعد المجيء، أو جيتكتان صنرا بعد الذهاب، يبتكتان صنرا بعد الفعل، هنا الفاعل غير محدد، ما حددتش الفاعل، ولكن بالنسبة الآن نسي قال ديكتان صنرا، هنا الفاعل راه باين، وشكون هو؟ هو الأم. إذن فالفعل هو اللي راح يبين لي عن الشخص اللي رانا نتكلموا عليه، ممكن وليس بالضرورة أنه يأتي على شكل اسم، ممكن أنه يأتي على شكل ضمير شخصي أو لاحق ضمير شخصي إلى آخره. نأخذ مثال آخر أو جملة أخرى. يمك يدكتان صنرا كتاب أكودو. يمك يدكتان صنرا كتاب، بعد أن أكل الطعام قرأ كتابا، أو قرأ كتابا بعد أن أكل الطعام. إذن يدكتان صنرا هي بعد الأكل. يدكتان صنرا، هنا جذر الفعل هو ي لي الأكل. إذن بعد ما وضعنا جذر الفعل ي، ثاني شيء راح نركب مع لاحقة صنرا اللي هي دكتان. راح نشوف الاختيارات، هل دكتان 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 إلى آخره. جذر الفعل راح نضع لاحقة صنرا، لماذا؟ لأنه آخر حرف في جذر الفعل هو آ، وهل حرف آ هو آخر هو حرف من حروف في استبجة شهب؟ طبعا لا، فدي راح يبقى لن يتغير. بعد الدي يأتي حرف صوتي رباعي، أي حرف الحروف الأربعة راح يكون مناسب لجذر الفعل ي، أو إي أو 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 إي. طبعا راح يكون إي، لماذا؟ لأنه آخر حرف بعد التوافق الصوتي الرباعي ها يأتي حرف صوتي ثنائي، هل نضع أ أو آ؟ طبعا آ، لماذا؟ لأنه قبلها كان حرف إي اللي هو حرف صوتي، يعني ها يأتي حرف صوتي ثنائي، هل نضع أ أو آ؟ طبعا آ، لماذا؟ لأنه قبلها كان حرف إي اللي هو حرف صوتي، يعني لما يجي قبلها حرف صوتي خفيف نضع آ، فلهذا
حرف الإي هو حرف صوتي خفيف، راح نضع مباشرة حرف أ فتصبح يديكتان سندرا.